في وقت الغناء ليأنس القلب بالفن وتهدأ الروح بالطرب. معي الآن في استوديو اليوم في القاهرة المطربة حبيبة. حبيبة أهلا وسهلا بك، أهلا بحضرتك، نورانا حبيبة. بنورك بنبارك لك يسعدك. على دخولك كلية إعلام، دي تاني مرة بارك تنورينا. فيك. كنت في ثانوية عامة وتمنى لك التوفيق ودخلت كلية الإعلام، فكلمينا برضو عن خطوتك الدراسية دي، وهل ليها ارتباط بالفن ولا لأ، وآخر أخبارك الفنية. بص، انا دخلت اداب اعلام علشان حسيتها اقرب حاجه للكارير، يعني ان هو انا بغني وكده، هي ملهاش دعوه دايركتلي بالغنى، بس حسيت ان هي ميديا من ادوات الانتشار والشهره. بالظبط، بس وبتساعد بقى طبعا على الجرأة والحاجات دي بقى كده. كويس، تمام. مشاريعك الفنيه اخبارها ايه، اخر اخبارك؟ عملت كفر لأغنية نوال الزغبي الناس العزاز، جميل. ونزلت أغنية تتر مسلسل أعلى سعر. تمام. ونزلتها على ميوزك تون على الفيسبوك، لسه نازلة امبارح، بس هي كويس، كسرت المليون يعني الحمد مليون لله. مشاهدة ما شاء الله. جميلة، هي أغنية جميلة وأنت صوتك كمان مميز. طب ميرسي. نسمعها، نسمع كده جزء منها بصوتك يا حبيبي، ماشي. اتفضلي. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. الغريب تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز ملعونة بالناس العزاز، اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. أغلى غالي ما تشوفوش إلا نزيف وروح، قلبه ده مجرد جهاز، وملعون أبو الناس العزاز، ملعون أبو الناس العزاز، اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. جميلة حبيبي، صوتك جميل ومعبر، وكمان قريب من إحساس نوال الزغبي في الأغنية، بس باحساسك انت. بيبقى صعب ان انت تغني لغيرك، صح؟ يعني ايه عشان بيبقى الصعوبه في فيه؟ مقارنه، بيبقى دايما في مقارنه بين المطرب الاصلي واللي بيغني الاغنيه اصلا. طب بتتغلبوا على ده ازاي؟ او النصايح اللي بيدوها لكم الملحنين والمايستروز والناس اللي هم بيبقوا بيعلموكم الفن، بتعملوا ايه عشان تتغلبوا على ده؟ بص، بحاول اسمع طبعا اول حاجه المطرب الاصلي بيغنيها ازاي، تمام، واحاول ان انا من كتر ما انا اسمع اشوف بقى انا ممكن اضيف ايه هنا، اعمل حاجه. يعني مثلا في الاغنيه هي بتقول اغلى غالي ما تشوفوش الا لو محتاج ليك، ارجع يبيعك بالقروش للعدو قصاد عينيك. انا رحت ضايفه عليها، هي بتقولها مره واحده، يعني في المايك اهو، ماشي. رحت ضايفه عليها بقى حاجه تانية، انا قلت اغلى غالي ما تشوفوش الا لو محتاج ليك، يرجع يبيعك بالقروش للعدو قصاد عينيك. عيدها مره تانية بالشكل انا قلته لك بقى دلوقتي، مرة باللي هي بتقوله، والمرة تاني بشكلي أنا بقى، بشخصيتي أنا، بإحساسي أنا. كويس، ده طبعا بيجي بعد سنوات كثيرة من الاحتكاك والتدريب والممارسة. كلميني برضو عن مشوارك، إزاي تطورت موهبتك من وانت طفلة، انت بتغني وانت صغيرة قوي منذ الطفولة، وانت لسه صغيرة برضو في عمر الفنانين، ولكن بقالك فترة
كبيرة بتتعلمي وبتنمي نفسك. كلميني عن الفترة دي ازاي تطورتي من مرحلة الهواية لمرحلة الاحتراف. تمام. أنا طبعا يعني كنت بغني بقى مدرسة وكده ماشي، فطبعا ده مش تدريب يعني، ده غنى عادي كده، واحدة موهوبة وبتأدي بتقول يعني. تمام. بعد كده بقى قعدت، كان البرامج بقى بدأت تشتغل، هي البرامج بتاعت الغنى زي صوت الحياة، كان ده لسه بادئ ساعتها، فكان في ناس بنات كده من سني بس، فقعدت بقول ماي كده عايزة أروح أتدرب وبتاع وأقدم في حاجة زيهم وكده بس. وبدأت كده من حوالي مثلا 4 سنين ونص حاجة كده، بدأت مع مايسترو سليم سحاب، كرة الأطفال بقى وبتاع كده. طبعا قامة كبيرة. وكان بقى بيحفظنا المرشحات والحاجات اللي هي بقى عارف أصل الغنى قوي بقى، حاجة حلو. أقدم كمان من أم كلثوم اللي اتعلمتيه سليم سحاب، لأن دي فرصة ممكن ما يحظاش بيها كتير إنه يتعلم مع مايسترو كبير. إيه الأكتر حاجة استفدتيها من هذا الرجل؟ بص، هو كان بيعمل لنا الفوكاليز طبعا، ده اساسي، ده اي مطرب لازم يعمل فوكاليز. ده بيفتح الصوت وبيعمل مرونه اكتر في الصوت العرب بقى والحاجات دي، فهو كان بيعمل لنا الفوكاليز كتير، وكان دايما كل اول بروفا كان لازم يعمل لنا الفوكاليز ده. ومن ساعتها انا عارفه بقى ان انا عشان انا بعزف سماعي، فبقيت اخد القط الفوكاليز منه واروح اعزفه. بتعزفي ايه؟ الفوكاليز. بعزف الفوكاليز، ما هو يعني بيعزفه وانا سامعاه بقى يعني. انت بتعزفيه صوتيا مش لا بالعزف على البيانو، وانا اقول بقى كنت بعزف واسجل عشان ما اعرفش اغني وانا بعزف. حلو. فاسجل وبعدين اقوم قايله بقى معاه. ده بقى يساعد اكتر على ان انا ابقى شغل جامد، يعتبر اسسك سليم سحاب بالظبط. وكمان دخلت في تنميه المواهب مع دكتور محمد عبد الستار. تمام. ده اصلا دكتور موشحات في معهد الموسيقى العربي، شاطر جدا، فرقه عشاق النغم. بالظبط. عارفه انا دكتور محمد عبد الستار خرج مواهب كتيره جدا جدا، وفي نجوم كتيره من تحت ايده شرفونا ونورونا هنا. طب ما عايزين بقى يعني نسترجع بقى معاكي ذكريات الماضي والاغاني الجميله اللي انتوا بيعلمكم القديم والغنى القديم قوي. خلينا نسترجع حاجه كده من القديم ومن تراثنا العربي الجميل. تسمعينا لمين؟ نسمع حاجه لاسمهان. اسمهان جميل، اختيار جميل. هتسمعينا ايه؟ ليالي الانس في فيينا. ايوه. ماشي، نسمع ليالي الانس. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي. ليالي الانس في فيينا، نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو له رنة، سمعها الطير بكى وغنى، ما بين رنين الكاف
التقديم ده اللي بيبين مهارات الصوت فعلا. يعني متعوب عليكي جامد يا حبيبي ما شاء الله عليك. مايسترو حمام ستار وسليم سحاب ديهم كل التحيه طبعا، طلعوا لنا حاجه جميله زيك. قالوا لك ايه حبيبه لما انت بيسمعوا صوتك؟ اي حد موهوب بيفكروا بموهبه قديمه، يقول لك انا شايفك نجات، انا شايفك شاديه، شايفك فايزه احمد. مين ابرز التعليقات اللي قالوا لك صوتك شبه؟ هو الدكتور محمد عبد الستار كان لما مثلا اجي اغني قدامه كده كان يقول لي تليقي قوي في اسمهن، فالحاجات بتاعت ليلى مراد، الحاجات اللي هي فيها سوبرانو، مساحات صوت فوق، وطبقتك يعني رنين صوتك نفسه ميتاليك زيهم. حلو. هم طبعا فاهمين اكتر فعلا، يعني عشان كده الاغنيه كانت حلوه، اختارك لاسمان كان حلو، بس انا بقى بحاول اديتي حلوه قوي يعني بان فيها صوتك غير الاغاني ممكن تانية. حلو. طيب لو عايزين نسمع حاجه تاني بقى غير اسمهان وغير نوال الزغبي، ماشي نسمع ايه؟ ممكن نسمع الفايزة، فايزة احمد. طيب فايزة احمد هي اللي نختم بيها، بس قبل ما نختم بيها انا عايز اشكرك شكرا جزيلا، وعايز اشكر الناس اللي طلعت لنا حبيبه الموهبه الجميله دي، واتمنى لك التوفيق وتكملي يا حبيبه، ما تخليش الظروف العقبات ممكن تعطلك عن مشوارك. شكرا ليك يا حبيبه، بتمنى لك كل التوفيق، ونختم معاكي مع فايزة احمد. هتغني ايه فايزة احمد؟ حيران. حيران، نسمع حيران، والف شكر ليك يا حبيبه. اتفضلي. حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان من ايه يا حبيبي؟ ولا تزعل ولا تحزن، وحياتك للانهار، حبك اقوى من النار. صدقني صدقني صدقني، مالك متحير؟ مالك ايه اللي مغير حالك؟ مالك متحير؟ تاخدش ده كله.